بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد استكمال درس أنواع الروافع، الوحدة الأولى في علوم الصف السادس. وتعالوا قلنا إيه قبل كده؟ قلنا إن الروافع ثلاث أنواع: روافع النوع الأول، وروافع النوع الثاني، وروافع النوع الثالث. طب بنعرف كل واحدة منين؟ حسب الموضع اللي في النص. لو نقطة الارتكاز في النص يبقى النوع الأول. تعالوا نتكلم عليه. ادي مثال لرافعه، وادي مين؟ البدايه، وادي النهايه. يبقى دي الساق المتينه اللي بتسمى الرافعه. طب على اليمين قوه قاف، طب على الشمال مقاومه ميم، طب في النص اهي نقطه الارتكاز. نقول له بس القوه على الطرف اليمين، وهنا نقطه الارتكاز في الوسط كده. ادي الثلاث انواع. لاحظنا ان نقطه الارتكاز نون تقع بين القوه والمقاومه. طالما النون في النص يبقى بيسمى النوع الاول. طب مين اللي حدده؟ موضع نقطه الارتكاز. طالما نقطه الارتكاز في الوسط يبقى رافعه من النوع الاول. طب لو عمو عايز امثله قلناها قبل كده وهنأكدها بشريحة أخرى، أمثلة روافع النوع الأول اللي قدامنا دي صور كثيرة ومتعددة لروافع النوع الأول. تلاقي المقص، وتلاقي الكماشة، وتلاقي مجداف المركب، وتلاقي القصافة، وتلاقي الأرجوحة أو الميزان، وتلاقي مشبك الغسيل، نقطة الارتكاز في النص، الشاكوش، العتلة، طلمبة الماء اللي بتطلع الايه؟ الميه. اهي امثله لروافع النوع الاول: عظام الراس والرقبه ونقطه الارتكاز في الوسط. يبقى دي امثله للنوع الاول. على للنوع الثاني، معاه كم عنصر؟ ثلاثه، مع القوه ومع المقاومه ومع نقطه الارتكاز، ولكن مين اللي اجى في النص؟ المقاومه، انما القوه على الطرف ده ونقطة الارتكاز على الطرف ده، لذلك تسمى روافع النوع الثاني. طب لو قال لك لماذا؟ لأن المقاومة تقع في الوسط بين القوة ونقطة الارتكاز. بديني أمثلة، أشهر الأمثلة للنوع الثاني، ودي صور ليها. طب إيه أشهر الأمثلة؟ عربة الحديقة المقاومة في النص اللي هو الرمل، قصارة البندق اللي بيقاومك في النص اللي هي البندقة، فتحة المياه الغازية المقاومة في النص اللي هو غطاء الزجاجة، عصارة الليمون المقاومة في النص اللي هو الليمونة نفسها. يبقى دي أمثلة. نيجي للنوع مين؟ النوع الثالث. عنده كم عنصر؟ ثلاثة، قوة ومقاومة ونقطة ارتكاز، ولكن مين اللي إجا في النص؟ القوة اللي انت بتبذلها جت بين القوة وبين المقاومة ونقطة الارتكاز. يبقى لو قال لك عرفنا روافع النوع الثالث ازاي، اقول له لاحظنا ان القوة قاف بتيجي بين المقاومة ونقطة الارتكاز. لو عايز امثلة الصور المتعددة، طب الامثلة المكنسة اليدوية لان ضغطت ايدك في النص، صنارة السمك لان شدت ايدك لسحب الصنارة في النص، الملقط ضغطت ايدك قوتك في النص، ماسك الفحم ارست ايدك على الفحمه في النص، ماسك التلج ارست ايدك على التلج في النص، ماسك الحلوه ارست ايدك على الجاتو في النص، مضرب الهوكي ضغطت وقوه ايدك في النص لايه؟ لازاحه الكره من على الارض. تعال ناخد تعريف مهمه جدا، عايزين نفرق بين الاله وبين الرافعه. تعريف الرافعة كلنا عارفينه، هي ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز، كما تؤثر عليها قوة ومقاومة. إنما تعريف الآلة ده تعريف قديم، هي وسيلة يستخدمها الإنسان في أداء عمله لتوفير الجهد. يبقى أول ما يقول لك لتوفير الجهد ويسكت يبقى تعريف الآلة. طب نقطة الارتكاز، هي نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق المتينة. طب أول من وصف الآلات بالروافع العالم اليوناني الشهير القديم أرشميدس
صاحب قوانين الطفو الشهيرة، والكلام ده سنة 260 قبل الميلاد. تعالوا ناخد بقى تعريف وأمثلة مهمة وتدريب. الروافع لها أهمية كبيرة في حياتنا، حيث أنها توفر مين؟ توفر الوقت وتوفر الجهد. طب مين أهم الآلات البسيطة اللي اخترعها الإنسان؟ أقول له الرافعة. تم وصف الروافع لأول مرة على يد العالم مين؟ أرشميدس العالم اليوناني. طب سنة كام؟ 260 قبل ميلاد السيد المسيح. طب الرافعة قد تكون إيه أو إيه؟ قد تكون مستقيمة أو منحنية، ودايما أكد على السؤال ده. طب عناصر الروافع كم عنصر؟ ثلاثة. مين هم؟ قوة ومقاومة ونقطة ارتكاز. يبقى كم عنصر؟ ثلاث عناصر. الشريحة الثانية، الروافع بتوفر الوقت والجهد، تقوم بوظيفة أو أكتر. منها إيه؟ أقول له يبقى أنت عايز الوظائف الفرعية، تجبير القوة، وإيه كمان؟ تجبير المسافة، وإيه كمان؟ الدقة في أداء العمل، وإيه كمان؟ عندنا تجنب مين ومين؟ مخاطر الحرارة والبرودة. تمام. طب من أمثلة الروافع اللي بتزود السرعة، اضرب تزيد سرعتها، يبقى مضرب الهوكي. طب الروافع اللي بتعمل على تكبير المسافة ونقل القوة من مكان لآخر، قلناها المرة اللي فاتت المكنسة اليدوية. طب روافع تعتمد على الدقة في أداء العمل، دقة يبقى شيء صغير، يبقى مين؟ الملقط. طب مثال لرافعة تعمل على تكبير القوة، أقول له العتلة، نستخدم حمل صغير لتحريك قوة كبيرة. تعال شوف المصطلح العلمي الجميل ده، وسيلة يعتمد عليها الإنسان في توفير الجهد والوقت، وسيلة عامة. يبقى ده تعريف مين؟ الآلة. ده تعريف مين يا جماعة؟ الآلة هي وسيلة يعتمد عليها الإنسان في توفير الوقت والجهد. طب مين السبب في اختلاف روافع النوع الأول عن الثاني عن الثالث؟ أقول له المكان. مكان مين؟ نقطة الارتكاز. موضع نقطة الارتكاز هو اللي بيخليك تعرف هو النوع ده أول ولا تاني ولا تالت. طب أكتر الروافع شيوعا وانتشارا وموجودة في البيت كتير، روافع النوع الأول موجود منها كتير في البيت وأكترها شيوعا وانتشارا. طب روافع توفر الجهد أحيانا مين؟ النوع الأول، لسه هندرسها بالتفصيل، مادام أحيانا النوع الأول. طب مين الروافع اللي ما شاء الله بتوفر الجهد دائما؟ أفضل الأنواع يا ولاد في الجهد النوع الثاني. طب مين أوحش الأنواع في توفير الجهد ولا توفر الجهد دائما؟ النوع الثالث، لا يوفر الجهد دائما. اكتب المصطلح العلمي، نقطة ثابتة ارتكز عليها الساقي المتينة. يبقى ده تعريف مين بدل ما النقطة؟ نقطة الارتكاز. ساق متينة تتحرك حول نقطة وتؤثر عليها قوة ومقاومة، ده تعريف الرافعة. روافع بتبقى نقطة الارتكاز هي اللي في النص بين القوة والمقاومة، أقول له روافع النوع الأول. طب لو كانت القوة هي اللي في النص، أقول له روافع النوع الثالث. طب لو كانت المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز، روافع النوع مين؟ الثاني. ودي كانت آخر شريحة في تابع أنواع الروافع. يا رب تكون الأسئلة مفيدة بإذن الله.